مع بداية شهر رمضان المبارك، رصدت الدنيا تحضيرات المجمع الاستهلاكي في مدينة إدلب لتأمين المواد الغذائية وبأسعار مناسبة، حيث تتوفر تشكيلة سلعية واسعة من المواد الغذائية بأسعار منافسة عبر كافة المؤسسات الاستهلاكية. وقد تم طرح كميات من المواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلية بنحو 10 إلى 25%، وذلك بهدف كسر الاحتكار من قبل بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير على الشراء والطلب المتزايد على المواد لزيادة الأسعار. يشار إلى أنه تم خلال شهري أيار وحزيران توزيع نحو 1200 طن من مادة السكر ونحو 420 طنا من مادة الأرز. يوجد تشكيل سلعي، ولكن الكميات يعني غير كبيرة جدا بسبب أنه الإقبال شديد، والحقيقة فاق طاقة وتوقعات المجمع. يعني في إقبال شديد، وإذا لاحظتوا على الصورة نحن يعني يوميا استطاعتنا، إذا كنا نستقبل مثلا 400 مواطن، اليوم عم بيجينا 2500 3000 مواطن. الأسعار ممتازة اليوم، بس بالنسبة للسوق ما في رقابة نهائيا، يعني ما في وجود للتموين للشيء هذا، ما في نهائيا، واسعار مرتفعه كثير بالنسبه للسوق. المواد متوفره هون ممتازه، يعني بتأدي حاجه المستهلك، يعني ومواد اساسيه يعني لازم هي على الموسم هذا. قطع التراث هو سبب كل شيء، قطع التراث عن الديب هو واحتكار التجار عم يعطي مساعده بالنسبه لقطع التراث، وهذا الشيء لازم يكون في له حل من قبل الجيش. الحمد لله رب العالمين، الجيش عم يشتغل اتم الوجه. والله الاسعار نار، والله التجار عم يشيلوا من المحلات بيحطوا بالمخازن. نار نار والله بالنار. عشان بندور الكيلو ب 100 ورقه، طيب نحن فقيرين، احنا عالم ما في حاله. نحن فقيرين، انا صار لي ساعتين بركي عم بستنى الخضره لتنزل، لتصير ما ب 50 ب 50 يا اخي ب 60 ب 70 ليحه. بس منين العالم الفقير؟ انا جوزي اسمه مقطوع بركي بالارض، منين بدي اجيب؟